في هذا المقطع راح اقضي 24 ساعه في هذه الخيمه في بالي المنعزله تماما على المدينه وعلى هذا المنظر. والحين خلونا نرجع لاول الفيديو. يا هلا والله، اليوم ان شاء الله قدامنا تجربه جديده علينا. ما راح ناخذ فندق طبيعي، راح ناخذ خيمه في وسط الطبيعه. معي هنا احمد ومتوجهين ان شاء الله اليوم من عبود عبود هي عبود بس نحن نسميها عبود الى منطقه جنب جبل باتور، لانه ان شاء الله في مقطع ثاني حنروح ونطلع نتسلق جبل باتور البركان النشط. اخذنا تاكسي ومتوجهين ان شاء الله على هناك. طبعا جزيره بالي جزيره مره كبيره، ما فيها مدن بس فيها مناطق، في منطقه عبود، في كوتا، في منطقة رايحين هذه كنتمان، وبين كل منطقة ومنطقة تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة. فنحن اليوم رايحين شايلين عفشنا ورايحين من عبود لكنتمان. قبل أروح أماكن المخيمات وقفنا هنا عند تقال أسري، مزرعة فيها كل أنواع القهوة والشاي وأي شيء تخيله في بالك. وأهم شيء عندي إنه ما فيها سياح كثير، ما حد يعرفها كثير. هلو سلامات ملام مورنينج يا سلامات باقي سلامات باقي سلامات باقي. شوف انه يحطوا كل انواع القهوه وتاخذ فرع عليها. هنا مثلا سينامون، مو قهوه سينامون، هذا الجزر اللي يجففوه ويصنعوا منه السينامون اللي احنا نعرفه. هنا في روبوستا كافي واشياء كثير، في كل شيء تتخيله. ناناس، ايش يعني ناناس؟ اناناس اناناس سهله يا والله ذول حبايب. يس اناناس اناناس اناناس، وهنا يسموها في الاندونيسي ناس ناناناس. الله الله الله، قريبين مننا هذول ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا اخي ناس سواق حللنا اقسم بالله، من يوم ركبنا معاه ما في الا ان شاء الله يلا ان شاء الله يلا. وهنا تبدا مرحله القرف. هذا الحيوان اللي موجود في القفص هذا اللي اسمه لوك، الله يكرمكم، فضلاته هي اغلى انواع قهوه في العالم، اغلى انواع القهوه في العالم فضلات هذا. فباختصار هم ياكلوا القهوه وتخرج منه بهذا الشكل، بعدين ينظفوها تخرج زي كذا، ثم يحمصوها وبعدها يطحنوها، وبالعافيه عليك احلى قهوه تشربها، بس لا تفكر كثير انك تشرب. وهنا المكان هذا على الاطلاله هذه يمديك تسوي تيست وتجرب كل انواع القهوه اللي احنا شفناها. صراحه والله الشيء اللي مستغرب منه يعني من ايش هم جالسين يكسبوا؟ دام انه تجربه القهوه مجانا، والاطلاله كلها الجلسه هذه كلها تقعد فيها مجانا. فمعقول يكسبوا من بيع القهوه بس؟ الفكره بس اذا حبيت تشتري قهوه هنا تدفع فلوس بس. غير كذا كله مجانا. ترى انا بالنسبه لي ما احب اي نوع قهوه في العالم، ما اشرب قهوه اساسا، يعني نادر مره ما اشرب قهوه، فما هم مستهوين المكان، لكن التجربه مره حلوه. تخيلوا كل انواع هذه القهوه تجي هنا وتجربها مجانا، لا رسوم دخول ولا رسوم تجربه ولا اي شيء. حان وقت التجربه، انا حجرب، بالنسبه لي حجرب الشاي بس، القهوه ما احبها. شاي التوت الاحمر، واو هذه مرة، هذه مرة حلوة، مرة حلوة ذي. طبعا ما اعرف ايش صراحة مكتوب، بس مرة اشوف ابغى بنفسي كذا اللي حلوة. بس انك مقر ريستوران مسيو بورتو جا جا يا لا لا مقانتو سم لامبو. هذا ايش؟ هيربال هيربال ينسينغ سمبات كام وان بلي. كلها هي نباتات، نباتات حاطينها مع الشاي. هذا الجبيل دينغ دينغ مالو يحك الحلق يا دوم والله يحك الحلق حك. ولي جماعه زين هذا بانجارا الصراحه هذه اقوى شيء، رهيبه ذي مره. هذه بالايش؟ روز راسبري. روسيلا از ذا ايبيسكوس. ايبيسكوس اند هير از ذا مانجوستين. ذيس از مانجو مانجوستين. اشوف كميه الاعاقه احسبها توت، طلع شيء اسمه مانجوستين. مانجوستين ابعد عنه، ابعد عن الكلمه هذه. هذا مره ممتاز، الباقي لا. جينجر جينجر يا سبايسي حرقني والله، حرقني والله حرقني. بس بالله شوفوا الاطلاله، يو سلام. شوفوا هذه مرجيحه، واو على هذه اطلاله، يا ساتر يا ساتر. قاعد خيرني احذر هنا، يو والله ما يردك اي شيء، تكمل لين توصل تحت. هذه مرجيحه تقعد فيها ب 100,000 روبيه، يعني معدل 23 24 ريال. تجلس هذه مرجيحه ولا محدود الوقت، الوقت لا محدود، تجلس فيها براحتك. يا لطيف، في العش هذا يمديك تصور على الاطلاله ذي. بس والله ما اتخيل نفسي اجلس هنا، لا لا بدون. باخذ لي كم صوره هنا على سواقنا، ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. يلا. This one. ان شاء الله يطلع كويس التصوير. اوه لا لا لا، هي هي هي. شوف فين راح. الله يستر منك. انا اخذت من عندهم الحين قهاوي. بداخل شيخ. اي باخذ شاي من هنا، يمدينا نشتري شوكولاته. شوكولاته؟ هذا شوكولاته فانيليا وهذا شوكولاته دارك. اون ذيس وان، يا وان ذيس وان. هاو ماتش؟
280. يعني كم؟ طبقيه صغيره. اوه ذس ذا بيج وان 200 جرام و100 جرام. يلا خلصنا ونكمل طريقنا الى المخيمات. بسم الله. اشغلنا ذا ما غير يصور يا اخي. خلص علينا يا اخي. اذا استوت هذه قبل ما تستوي. هذا القهوه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا قاعد اتصور عشان كذا. يا اخي اشغلتنا يا اخي. على اساس ان انا ما كنت اصور يعني. قربنا من الوجهه. جالس تمطر يا جماعه. تخيلوا اللي هناك هذا والله حتى مغطي المطر. هناك جبل باتور يا جبل باتور هناك. وصار لنا شيء في الطريق ما ادري صراحه يعني مره ما حبيت. وقفنا كذا في مكان وقفونا ناس قالوا ادفع رسوم الطريق. يعني لا هم شرطه ولا هم حق. يعني في جاكرتا كان في شرطه ندفع لهم رسوم طريق عادي بس هذول مو شرطه بس مجرد ناس محليين. سالناهم ايش؟ قالوا ان احنا نهتم بالطريق ونهتم بنظافته ونهتم بالمدخل والماء. لازم تدفع الشخص 50,000 حتى مو على السياره لا على الشخص 50,000. يعني معنا اربعه ندفع 200,000. فانا واحمد دفعنا 100,000. واو شوفوا البحيره يا الله ما شاء الله ما شاء الله. دخلنا في العميق هنا والسواق ذا الله يقطع ابليسك هذا قاعد يصقع فينا هبل برد السياره. ما عندهم مساعدات هذولي. Be careful. Yeah. Because the car will broken. جو ذا الشيء. حلو جوك تصقيع السيارات. وصلنا والاجواء عال العال امطار خفيفه والظهر انه مكان مره حلو. انواه انواه ثانكس سو ماتش ثانك يو تيري ماكاسي شكرا 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 يس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وي ويل سي يو سون ما شاء الله يلا يلا شكرا شكرا اوكي. هاي بوابه المكان حق التخييم. يا سلام شوفوا الجمال يا الله. دقيقة ويت نوا شنطة ويت. بي كيرفول نوا بي كيرفول. شكرا ما شاء الله تبارك الله. والله يذكر هو قد زار سويسرا ترى يا جماعة. يا جمال المنظر ناظر كمية التنوع ناظر. شوف هنا اللون اللي هنا واللون اللي صار واللون اللي ايه أشجار كذا برتقالية على جبال على أشجار خضرة على بحيرة على جبال كبيرة. المشكلة انه مو مرة معروف يعني جبل باتور معروف بس المخيم هذا مو مرة معروف حتى ما عليه إقبال كثير. وهذه هي خيمتنا مطلة على المكان هذا كله والصراحة مخدومة خدمة 5 نجوم يعني. الشيء الوحيد اللي إن شاء الله يكون كويس اللي هي الأجواء في الصباح أو في الليل لأنه نعرف الخيم حتكون الأجواء فيها صعبة. حياكم الله هذه هي الخيمة. تفضل تفضل تفضل. خيمة بسيطة جدا والصراحة الخدمة فيها 5 نجوم كل شيء متوفر لك. وشوفوا منظر شوفوا منظر اللي على الخيمة. يا جمال بالي شوفوا الجمال. جالسين نقفل الخيمة وللأسف طلع ما في أي قفل فالله يستر على الأغراض. أنا أخذت أشياء المهمة في الشنطة ورايحين نتغدى إن شاء الله وندور أكل للعشاء. ندور أشياء نجيبها عشان ليش نطبخها هنا. ها إيش الوضع شوي؟ شوي إن شاء الله بإذن الله راح نشوي هنا مع الشيف. الشيف اللي ما طبخ في حياته إلا مرتين. والله أنا ما أعرف أطبخ كمان. راح نستأجر هذا الدباب بس يبدو إنه في مشكلة في السلف التشغيل. حرك هذه لا لا يا أبوي لا 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 لا. No it's difficult difficult. لا ان شاء الله تبارك الله. لا 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 احمد لا شو حطك اطيح مويه من هنا. واز ذس رين. اوكي هذا الثاني ناخذ ثاني وبس ناخذ واحد بس. ايوه والله واحد نكفي كلنا. هناخذ الدباب لمده نص يوم ب 50,000 لانه احنا اصلا في اخر ليل طالعين ان شاء الله فما نحتاج اليوم كامل. نعرف حال سليم ولا مو سليم. بسم الله
مو افضل شيء هذاك الدبل اخذناه اول كان احسن. يو هاف مور اسمع بنزين فل. اوكي رحله الموت اخيرا وصلنا. هذا مطعم ناكل منه. مرينا اكثر من مطعم بس كلهم ما عندهم اكل حلال. فصفطنا الدبابات كذا وراح ناكل. هذا من اي بيت هابق هذا؟ هذا حق بيت. هربتنا البيت والحين جالس هنا جيعان حتى ما عندك حق تنظيف نفسك. اوكي ايش نطلب؟ ناخذ التشكيله حبه بروستد مع دجاج ومويه. اوكي تقريبا 3 ريال. طبعا يا جماعه اي احد يمشي مع احمد في اي مطعم لازم يشكل المنيو كله نزل. اقسم بالله ما قد دخلت مطعم اخذت حبه حبتين لازم الا ينزل المنيو كله. تجربه جيب دجاج لحم سمك يا حبيبي فين بتلاحقنا انت. سلامات ملام. سلامات ملام عايره تي تي تيري ما كاسه سما اهلا انا مفجوعه. Can I have one spaghetti, one fried chicken without rice and one اخذ معك برجر. جرب برجر. انا باخذ برجر. لا give me crispy snack crab. وصل 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 طال سباجيتي ودجاجة بروستد والسناك راب هذا احمد طالب بطاطس وبروست ورز وهنا برضو برجر لحم كله على بعضه كم؟ والله 9 ريال ولا اقل. يا الله الاسعار هنا رخيصه قسما بالله كذا تحس رخيصه بالمبالغه. A few moments later. سلامات سلامات. والله جت قلبه شينه. عدنا بعد نومة ساعتين تقريبا لاني والله رجعت الخيمه ومكسر الف من الطيحه حق الدباب والاضرار كالتالي. جروح بسيطه اكتاف ركبه يد والباور بانك هذا طاح معايا والظاهر انه هو فلسع مره خلاص يعني ما هو راضي يشحن ولا شيء وتحكحك من كل مكان. واخر شيء استاجرنا منه الدباب اعطيناه 100,000 روبيه يعني 23 ريال يعني غرامة على اللي سويناه عشان نروح يصلح البوية حق الدباب. فالحمد لله بسيطة. والآن تبدأ فقرة الطبخ عندنا برعاية الشيف أحمد الدوسري. والله ونعم ونعم يا شيف. إيش عندنا يا شيف اليوم؟ عندنا دجاج مع بهارات حقتهم. ناخذ كل شيء حقه ما ناخذ شيء من عندهم. حلو ذي بهاراتهم أعطونا هي. إحنا كانت الفكرة إنه نروح نشويه على النار بس لأنه حطب. على الحطب إيوه بس لأنه اشترينا دجاج اللي هو المسلوق هذا. هم اعطونا صاج فقلنا الصاج احسن. والمكان في الليل هادي بشكل تعرف الهدوء اللي يخوف لما يقول لك صوت الصمت. والله هذا هو صوت الصمت ما في اي صوت الا كي تسمع والله يخوف. اوكي بسم الله بدينا يا اخوان. يا الله حي. معانا خبز؟ لا. جميل جدا. معانا ايش؟ حلو معانا يدنا. الله يعيننا. ملح 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 ملح. خلاص قل لك كيف الحركه. احسن شيء في المكان هذا يا جماعه انه امان يعني الامان على الله بس هنا الامان يعني خلاص يخليك تجي الساعه 12 الساعه 3 الليل تطبخ تسوي اللي تبغاه براحتك لانه في بوابه ولا حراس وفيه كل شيء. تبخر تبخر تبخر. بالله شوف وقفه الشيف. الله عليك يا شيخ. الله يسلمك. وقفه المنسف هذه حق الشيف هذه واضحه. والله ما يحتاج. ايوه ايوه ايوه. يا سلام يا سلام. بدون خبز بدون رز حلقات الشوي كذا يعني. بدون شوكه. والله الريحه ممتازه. لا البهارات زينه عشان كذا اللي حلقات الشوي هذا. والله على قمه الروقان. والله روقان. ها لا لا. اخذنا عفشنا وجينا هنا على الطرف راح ناكل ان شاء الله مع البسبوسه دي. لحقتنا من وقت الطبخ اللي طبخت معانا. والله ينضبطك. خلاص انتهى. طبعا استوى ولا ما استوى الله اعلم. نجرب النوسه ما عاد فيها. والله حطيناها كثير قاعد نقلب 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 خلاص فين ما حصلنا اي مكان ثاني نحط فيه الكاميرا فخلينا نجرب. بسم الله يلا ابدا. والله انا مكسر من الدباب ذا. يلا نذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. والله كلام. سلم باليسار. والله كلام. شكرا لك. لا والله العظيم ممتاز. والله مره ممتاز. الصوص حقه مو الاندونيسي هذا كله سويت تحسه كذا في نكهه عربيه. في سبايسي حقنا. حط هو معاه اشياء شوف ما ادري وش هو كذا وكب كب. تحس فيه كركم والاشياء حقتنا هذه. بس كفي. تستاهل تستاهلي. والله من اول دقيقه في الطبخ هي موجوده معنا. يا الله لك الحمد خلصنا اكل وشوفوا هذه هي المغسله حق المخيم اللي احنا فيه. مغسله مره نظيفه فيها دورات مياه وشاور وكل شيء. والشيء اللي مزعلني صراحه من الناس اللي استاجروا خيام زينا انهم صاحيين الصباح وصاحيين الظهر وصاحيين العصر جو في الليل ناموا.
والله ناموا من الساعة 8 يمكن، يجوا خيمة ويناموا في الليل ويصحوا في الصباح، والله ذولي عكسوها. والدنيا كلها زي ما انتم شايفين، كل الناس نايمة. شوف هناك في خيمة، هناك في خيمة، هناك خيمتنا. بس والله المكان مرة ممتاز، ينفع العوائل، ينفع للشباب، ينفع الواحد لحاله، مرة ممتاز. تكوى الحين؟ تكوى ما فيها نفس ثقيلة؟ داخل خلنا هنا يا شيخ. الله 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 عليك. بنقعد جوا ليش؟ عشان ايش؟ عشان الحشرات. الحشرات هنا تعبتنا يا جماعة، تعبتنا والله حشرات. مشكلة انواع الحيوانات كلها هنا. وجلسة في المكان هذا ان شاء الله الين الساعة 3-4 الفجر، بعدها نطلع على جبل باتور اللي حيكون في المقطع الجاي ان شاء الله. فمن هنا راح ننهي المقطع من هذه الخيمة الجميلة، من هنا بدأنا ومن هنا حننهي. نشوفكم على خير، والمقطع الجاي من جبل باتور.